الصراع الآن جزائري مغربي بقوة، والنظام المغربي أدخل نفسه واستنجد بماكرون لإدخال الإقجاع للفيفا. وللأسف إذا ولينا نتحالفوا مع المغاربة لنعرفوا، لأن الأجواء مشحونة حاليا سياسيا وفي كل المجالات، نظن يعني إذا ولينا نتحالفوا مع الأعداء هذا الشيء خطير وخطير جدا. السلام عليكم. أحبابي إخواني أصدقائي، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أضواء رياضية. أحبابي وأصدقائي وإخواني، هذه الحلقة غادي نخصوها للحملة المغرضة اللي شنتها وسائل ومنابر لإعلام جزائرية بعد قبول الفيفا لترشيح السيد فوزي الأقجع ورفض ملف ترشيح خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكثرة القيل والقال واللغط اللي رافق هذا الموقف. وياريت وكان وقفت الأمور عند هذا الحد، بل تعدت أحيانا وصول اللباقة في الحوار والخروج عن جادة الصواب ونعت المغرب بالأعداء. وللأسف إذا ولينا نتحالفوا مع المغاربة لنعرفوا، لأن الأجواء مشحونة حاليا سياسيا وفي كل المجالات، نظن يعني إذا ولينا نتحالفوا مع الأعداء هذا الشيء خطير وخطير جدا. على حد الشوف يا أرض كريمة وضيافة وشملها ناطق بحروف. في بديء الأمر احنا ما نعتكمش بكلمة الأعداء، لأن هذه الكلمة هي مرادف وأكثر لمعنى الحقد والضغينة والكراهية. احنا ما نعتكمش بالأعداء لأن منكم أحبابنا وخوتنا وجيراننا والأصهار ديالنا. بالرغم من الحزازات، من الأفضل ما ندخلوش في الأمور السياسية واللي تقدر تخرج الحوار على سياق اللباقة والاحترام، ولكن تجمعنا روابط أسرية، تجمعنا لغة، ويجمعنا دين إسلامي اللي من التعاليم ديالو أنه من العيب وحشومة أننا نعتوكم بالأعداء. السي زين، واللي بهذا التصريح ديالك بعدتي على أبعاد ودلالات ومعاني هذا الاسم اللي كتحمل، لأن معنى زين تتجلى في بادئ الأمر في حسن الخلق قبل زين الحسن والجمال. إخواني، وكيف كيعرف الجميع الدور الذي أصبح يقوم به السيد فوزي الأقجع على المستوى القاري الإفريقي، ولا داعي لذكر مميزات وإيجابية السيد على المستوى المحلي والوطني والتطور الذي شهدته كرة القدم الوطنية في العهد دياله. لا أحد يناقش هذه المسائل، هذا المستوى اللافت والحنكة والتجربة اللي أبان عن السيد فوزي الأقجع خلت العديد من الصحف الإفريقية أنها كتنوه به، وفي طليعتها الصحيفة الكينية دايلي نايشن والتي أسهبت في تمجيد فوزي الأقجع وذكرت بكفاءة الرجل ومدى تطور الكرة المغربية في العهد ديالو ومساهمته في عكس أفكار وتطويرها على المستوى القاري الإفريقي. وكتبت الصحيفة أن فوزي الأقجع هو صاحب رؤية استراتيجية ومنفذ شرس وعاشق كبير لكرة القدم يتمتع بمعرفة واسعة للأمور. وأضافت الصحيفة فوزي الأقجع صاحب الرؤية المتبصرة والذي تقوده مقاربات ثلاثية الأبعاد، وكتشوف الصحيفة أنه مختلف تماما عن مسيري كرة القدم الإفريقية.
النقطة التي أفاضت الكأس جات من جنوب إفريقيا، والكل كيعلم أن داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي واللي كان من أكبر المعارضين للكرة المغربية، هذا المرة كان إلى جانب فوزي القجع والكرة المغربية عامة، وأشاد وأكد بأن فوزي القجع هو قائد داهية ويستحق عضوية الفيفا. داني جوردان في تصريح لصحيفة أنفوميدياك واللي كتصدر في جنوب إفريقيا قال إن كرة القدم المغربية عرفت تطورا كبيرا على يد فوزي القجع بفضل الحنكة ديالو وحسن التدبير، وقال أن القجع جدير بتمثيل إفريقيا في هيئة الفيفا لأنه رفع شأن الكرة الإفريقية، وختم قوله بإعطاء مثال على مركب محمد السادس بسلة واللي كيعتبره أيقونة وجوهرة في القارة الإفريقية في مجال التكوين والتدريب وبمواصفات عالمية. كل هذه الشهادات أججت الوضع في صفوف الإعلاميين الجزائريين ولم تمر مرور الكرام وعبروا على الغضب ديالهم، خصوصا مع رفض الفيفا لترشيح خير الدين تطشي رئيس الاتحادية الجزائري وقبول ترشيح سيد فوزي القجع. إخواني المرشحين للفيفا مثلا السيد الفوزي القجع أو أبو ريدا أو زطشي كتعطى لهم واحد الاستمارة كيخصهم يملؤوها، ديك الاستمارة عبارة عن أسئلة وهما خصهم يجاوبوا عليها بنعم أو لا. من بين الأسئلة اللي خصك تجاوب عليها واش عمرك تعرضتي للتوقيف من طرف الكونفدرالية ديال البلاد ديالك أو من الكونفدرالية الإفريقية، المهم توقيف. السيد زطشي خير الدين في ديك الخانة اللي كان عليه يدير نعم لأنه هو كان توقف سنة 2016 لمدة 3 أشهر، جاوب بلا ألوغ ديك اللجنة قالوا كيفاش هاد السيد هذا في التصريح ديالو كذب علينا وما قالش الحقيقة، هو اللي كان ديجا توقف 3 شهور، إذن هاد السيد ماشي أهل الثقة وماشي أهل هاد المنصب هذا اللي غادي يتولاه، ومنين هو اعتمد على عدم الشفافية من البداية. ألوغ دي لو ديبو هاد السيد الملف ديالو مرفوض. قرار رفض الفيفا الترشيح سيد خير الدين زطشي، وكيف كنت قلت لكم كان بذريعة عدم الوضوح والشفافية في الأجوبة وإخفاء حقيقة التوقيف، مما جعل هذه اللجنة تشكك في نزاهة الرجل. هذا القرار خلق ردود أفعال متباينة ما بين إعلاميين نزهاء واللي كيهمهم تطور كرة القدم الجزائرية بصفة عامة وبعيد عن الترشيحات، وعقبوا حتى على الاستمارة وقالوا بأنه عيب على إنسان مرشح لهذا المنصب وكيمثل بلد كالجزائر وكيدلي بتصريحات خاطئة إذن هو ليس أهل لهذا المنصب. باناليزي لو كيستيونير، لانه تباناليزي ان كيستيونير يعطي صوره الحجم تاعك الحق، انت صغير وصغير جدا لا تصلح لتسيير اي هيئه كرويه. واضح نقول لك نولي لك لو ديتاي، لانه لازم تقرا لو كيستيونير، تقرا لو كود دو غوفرنونس. عيب وعار على بلد بحجم قاره، الرياضه الاكثر شعبيه والاتحاديه العالميه اللي هي اتحاد الجزائر لكره القدم يسيرها شخص لا يمكن له ان يفقه بتداعيات الاجابه بنعم ام لا، لانه لو تقرا مليح لو كود دو غوفيرنونس ياسر دوان يقول لك حتى لو كنت قد بتصرف مشيد عندها سنوات قبل صدور القانون لازم تقول عليك ان تسجلها، وبالتالي
ماذا الحكم النهائي واش كان؟ ليس لانه قدروا بان العقوبه الكاف او الرابطه كانت ستمنعه من الترشح، وانما التصريح الكاذب، عدم التصريح بالعقوبه هي التي جعلته وضح على خط التماس. التصريح اللي سمعنا كان على لسان رفيق وحيد، واللي كيبان من خلاله انه شخص كيبحث عن تطور وتقدم الكره الجزائريه، وبانه لازم يتوضع حد المهازل بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ردت فعل سي زين علي واللي وصفنا ونعتنا بالاعداء كان مخالف، وكيبين وقوفه مساندته لزاتشي رغم عدم الوضوح والشفافيه والكفاءه ديالو، وقال ان الامر كيتعلق بخيانه داخليه من داخل الجزائر هي التي اطاحت بمرشح الجزائر. وقال بان اللجنه اللي وقفت زطشي 3 أشهر في الاتحاد الجزائري كانت تتعرف بانه هذاك التوقيف غادي يكون عنده تاثير على الترشيح ديالو من بعد، واخا يجي بعد سنين طويله، لهذا كي كيقولوا بالعاميه بغاو يكتفوا له رجليه، لانه الا خرج من هذه ربما فاش غادي يبغي يترشح لشي منصب في الفيفا فداك التوقيف غادي يرجع عليه، والتفكير ديالهم هو اللي يطلع وهو اللي صدق صحيح وعلى صواب، وهو السبب الرئيسي اللي كان في رفض لجنه الفيفا لترشيح خير الدين زطشي في 2016 يمشي الى اللجنه تاع الكاف. يعني هذا الملف هذا 2016 ماهيش البارح، راهي 5 سنوات. يعني باش انت تتذكر ان هناك عقوبه محليه مسلطه، لان لدال العقوبه واش تفهم؟ يعني لازم القراءه، وشنو هي القراءه؟ سلط لك عقوبتين باش اذا سلكت من وحده ما تسلكش من الاخرى. ولذلك شغل يفا تو كوبي كيما يقول كيفا تو سي لي جون، ما يخليكش يعني الفرصه باش تعاود تحيي نفسك. زين اذا كانت هناك يعني خيانه داخليه لخير الدين زطشي، هي خيانه للجزائر في الاخير، حب من حب وكره من كره. وهنا فين غادي ينعتنا بالاعداء؟ وانا غادي نقول لك الحمد لله انك اعترفتي بملء افهمك وقلت ان الخيانه هي الداخليه بيناتكم، فما دخل المغرب في الامور الداخليه الاتحاد الجزائري او توقيف زطشي؟ واش المغرب هو اللي امرهم باش يوقفوا زطشي سنه 2016 حيت كان عارفو غيترشح في 2021؟ أمور مع كامل الأسف تثير السخرية والضحك. أن الوزير سيتحرك وسيفتح تحقيق، لأن الوزير يعني لا يتلاعب بهذه الأشياء، لأن اليوم ليست كما نقولوا لا كونديداتور تاع خير الدين زطشي. اليوم أنا نتكلموا على الجزائر. اليوم خير الدين زطشي يمثل الجزائر لا يمثل شخصه، ولذلك إذا يعني صرات هذه الفعلة تاع خيانة نظن هذا الإنسان اللي دارها غير كما يقولوا ما خانش زطشي، خان بلاده. يعني اليوم وللأسف إذا ولينا نتحالفوا مع المغاربة لنعرفوا، لأن الأجواء مشحونة حاليا سياسيا وفي كل مجالات، نظن يعني إذا ولينا نتحالفوا مع الأعداء هذا الشيء خطير وخطير جدا. أنا للمرة الثانية غادي نقول لك حشومة وعيب أننا نعتكم بالأعداء. الحمد لله نحن إخوة مسلمين عرب، يجمعنا الدين وتجمعنا لغة القرآن الكريم وتجمعنا الحدود وتجمعنا روابط أسرية، وتجيو بكل وقاحة وفي منبر إعلامي وتقول الأعداء المغاربة. يا أخي إذا كنت فعلا باحث رياضي هو تبحث عن القضية واش هي خيانة داخلية فيما بينكم، أم هو سوء تدبير لرجل مرحلة بغي يشغل منصب في الفيفا ينوب فيه عن قارة بأكملها وما عارفش يملأ استمارة إجابة بنعم أم لا. يا أخي vous devez étudier la personne d'abord ou la personne convenable à la place convenable. واش هاد السيد أهل الثقة والمنصب أو مجرد دفاع ديالك عن موقف بالرغم من أنه خاطئ وباطل من الأساس، وموقفتيش عند هذا الحد وانتقلتي للحديث على هاني أبو ريدة المرشح التالي إلى جانب القشاع زطشي، وقلتي أنه إنسان مجرب وكيخدم في الكواليس. هل
زوتشي كمرشح لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا تعتقد بأنه كان مرشح قوي مقارنة بالأسماء الأخرى على غير لقجع وأبو ريدا؟ أنا على ما أظن يعني من جانب التجربة أبو ريدا معروف يعني ليس المرة الأولى ليكون في المكتب التنفيذي لفيفا، أيضا إنسان اللي عنده يعني في الكواليس معروف، يعني إنسان اللي راه على رأس هذه الهيئة ويعرف يعني كثير من الرؤساء ويعرف كواليس ودواليب الكاف والفيفا. لازم احنا نتحدوا ونتحدوا ضد الأعداء لخارج الوطن وليس داخل الوطن. منابر إعلامية أخرى وفي برامج أخرى، مسير البرنامج كان هو الآخر يبدي مساندته وتعاطفه مع زوتشي، إلا أنه لقى في وجهه ناس شرفاء، ومن هذا المنبر كان حيو الناس النزهاء واللي تيقولوا الحقيقة وما كيعطيوش مغالطات وكيبحثوا على ما فيه خير تطوير الكرة الجزائرية. مقدم البرنامج موقفش عند حد ما تكلم عليه زين عامر، وتحدث فقط على القجع وأبو ريدة، بل جبد حتى التونسي وديع الجري، وهذا الأخير كانت عنده مناوشات مع زوتشي حين كانت إحدى الفرق التونسية في الجزائر وطلب منه ملعب للتدريب، لكن زوتشي تهرب وما وفاش بالوعد. هنا الجري توعد زوتشي من خلال مكالمة هاتفية مسربة بأن الضربة والصفعة ستكون قوية، وبأنه إلا جاب غير 5 أصوات فيعتبر راسه ناجح. ولا هذا الحديث ديال الكواليس وكيف كيقول المثل شهد شاهد من إليه، تحدث رفيق واحد وكان الجواب ديالو بكل شفافية ووضوح ونزاهة. في كل مرة شفنا تصريحات كنا دوك حنسمعوا بعد قليل وديع الجارية كيفاش كان يتكلم مع هاني أبو ريدة بصيغة الجمع، سامح لي بصيغة الجمع حنسمعوا بعد قليل. هذا هو اللي كنت تفضل يعني المصاروة والمغاربة ما نرجعوهمش دي الساعة. لا لا لا، هذه قواعد اللعبة يا صديقي، لا تسمى كواليس، يسمى اللوبينغ، وهذه الأشياء معروفة على مستوى الفيفا والكاف وكل الاتحادات. علاه اليوم طريقة تنظيم انتخابات على مستوى الفاف هذا فيها شيء بدو تسميه اليوم كواليس؟ هل اليوم دازتي تنسى؟ هل اللي فات قبل وراي تنسى؟ ما كيحتاج كل شيء. هو دار افضع على مستوى الجماهير العامه تاع لا فيدراسيون دو فوتبول. ما يسمى هو سي دو بونغير، سي دو لوبينغ. مقدم البرنامج اراد ان يبرر خطا زوتشي بانه كان عن حسن نيه، واورد تصريح لهذا الاخير يوضح فيه اسباب عدم قبول ترشيحه، وقال أنه ما جاتش الإجابة عن سوء نية، إلا أن أجوبة المحللين بالبرنامج كانت قوية واعتبروها صفعة للجزائر، ومنهم من أمره بالاستقالة من منصبه. زوتشي وما قاله حول هذه الصفعة الذي أين يعترف بأنه كم أمضى ديميسوني كيعترف وقوع اللي يعترف وكديميسيون قال لك أعترف بأنها كانت بحسن نية. دوك نسمعوا بصح غلطه ديميسيون يا اخي. دوك نسمعوا ما قاله خير الدين زوتشي. effectivement j'ai reçu hier donc une correspondance de la part de la commission. J'ai rempli le formulaire en bonne foi et aujourd'hui je ne voudrais pas donner plus de détails parce que je veux user de mon droit de recours. ويقول بلي انا عمرت هذا الفورمولير دو بون فوا يعني بحسن نية. وش رايك انت؟ هذا استغباء للرأي العام، هذا استغباء للصفعة جات من الفيفا، وهذا استغباء وتواصل وتصل على استغباء الرأي العام. كي تقول يعني تو مينيميزي، ما طاوك سؤال واضح، هل تعرضت لعقوبة من هيئة كروية ولا عندك متسع بالك باش تجاوب؟ نعم والله. يقول انا نو على بالكم جي با موسيوني اون سانكسيون او نيفو انترن، سما كوم سي انترن سي طيح سكون بلون. يوم بعد انت في لا ليغ هما ما قالولكش انت ولا اكستيرن، ومن بعد لا دوزيام سيتي فلاكا باسكو جي كيتي اي اون تران دو باناليزي شغل. انا ما قالولكش عطينا الحيثيات القضيه، الحيثيات يدرسوها من بعد ما تجاوب. قالوا سؤال واضح، هل
بيبدا باداه استفهام وينتهي بعلامه استفهام. هل تعرضت لعقوبه في وقت سابق من هيئه رياضيه نقطه نعم. استفهام جاوب بنعم ام لا فقط. هنا دخل مقدم البرنامج وكان العذر اكبر من الزله كيف كيقول المثال، وبرر بانه زاد شي كان عن حسن نيه وبانه حتى واحد في العالم ما كيبغي يخسر. لا لا سي اون سانكسيون اي بوكو فو لافي با مونسيوني. وعلى السبب كنت علاش لا با مونسيوني؟ لانه ما كاش واحد يحب يخسر كيما مدرب يقول لك ما لعبش جوار فلاني. انا نعترف انا نعتبر بانه ما كاش مدرب يحب يخسر مباراه، هو دخل سباق تاع المكتب التنفيذي تاع الفيفا باش يخسر لانه ما عندوش الحنكه والتمرس والمستوى تاع محمد راوراوا. باش دير هذا؟ نعم هذا غباء، هذا غباء، هذه السذاجه الى باناليزي لانه والف ليسي علي او نيفو لوكال انترن كما يقول. لا فيفا ما يعرفهاش في اربع سنوات ما كانش اصلا يروح لا فيفا، لم يحتك باعضاء الكاف واعضاء الفيفا الى المستوى تاعو اليوم هذا هو المستوى تاع خدي زتشي. ما يقدرش يحكم فريق بالولايه وباحترام انديه الولايه. وهنا غادي يدخل المحلل رضا عباد وغادي يتحدث على المناوشات والصراعات اللي خلق زاتشي ضد وديع الجري وضد التوانسه وبانه ليس اهل لهذا المنصب، كما تحدث على السيد فوزي القجع ومدى الانجازات اللي قام بها في ظرف الاربع سنوات الاخيره. انت التورنوا تاع لي او 17 اللي صرات غير كيما ما عرفتش انت تجيريها صح ولا ما صح؟ ما عرفتش كيفاش يجيريها. دار العداوه مع من؟ مع التوانسه. نعم راح نسمعهم بعد مع التوانسه بس معليش انا مانيش ندافع على حتى واحد. ايدي سي دار العداوه هذه تاع تروازي كيما قلت منتخب درت العداوه مع ناس هذا تسحقوا انت كاسكو سي انت ذراري مساكن ايدي سي دير لهم تيران ولا نحي هذه ماشي مشكل. لا خاصة انه كان قادر يدير اسمح لي نشرحوا للجمهور ثاني. كان قادر بما انه وديع الجري مرشح للكاف للمكتب التنفيذي تاع الكاف كان قادر رئيس اتحادية تاعنا يقول له انا نخليك في الكاف وانت عاونني في الفيفا يديروا لوبينغ. رضوان المروك كان يهضر عليه فوزي لكجا لي بوندون هذو لي تروازو لي فاتو اللي فاتوا داروا 27 منافسه افريقيه. صح شوف الناس كيفاش سيفي طويل. اسمع اليوم ما تقدرش انت ترقد وتنوض انا نروح لافيفا ونزاحم شكون؟ نزاحم الناس اللي عندهم لوبيات اللي عندهم خبره اللي عندهم ده. اليوم ما خسرش هو هذا الملف ما يقولوش ملف زاتشي يقولوا الجزائر اللي تلحق لافيفا. خليني وهنا كان تدخل المحلل بن الشيخ كيتحدث على خير الدين زطشي وشنو قام به في هذه الاربع سنوات الاخيره. خدم اسكو جاب امور ملاح اسكو المستوى يقبل يلحق يكون في هذا المستوى او 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 او, أو. صح هنا غلط حنا كنا نتيريو لا سوني دولار كنا نقولوا الفوتبول تحوم ولا في الحومات اورغانيزي على لوفيسيال كنا نقولوا حوموها كي ما يسمعوناش حنا اللي حياتنا نضنا في الفوتبول كيقول حنا كاع الناس تاع الفوتبول يتكلموا هاد الشيء والاوتوريتي ما تسمعش لي موالين الصنعه موالين الشيء ومن بعد قال الدبلوماسيه تحرك هنايا كيك شوز كي نفابا صافي دير حنا انتوما غيطوا كدا ما تعرفوا والو انتوما مام الفوتبول هذايا انت تعمل له هكدا يدوا وما يسمعلكش سي با نورمال. صح سي با نورمال. وهنا مقدم البرنامج غادي يرجع للمكالمة الهاتفية المسربة لوديع الجري التونسي واللي من خلالها كيتوعد زطشي بأنه لن ينجح في الانتخابات ولا جاب غير 5 الأصوات فيعتبر راسه ناجح. اسمح لي نروحوا نستمعوا إلى وديع الجري باش تعطيني دو زونا ما تعطيني لو ديتاي نسمعوا وديع الجري ما قاله. هذا السؤال اللي هو نقوله قبل ما نسمعوا بحديث وديع الجري عن خير الدين زطشي وما قاله من انه سوف لن ينال حتى 5 اصوات. قال لك لو يفوز ب5 اصوات حنا رانا خاسرين. هل اليوم ما نقدروش نقولوا باللي كيما راهم يقولوا كالكثير ايضا قال لك مزيه كي راح ما ترشحش بخطا اداري خير ما نروحوا للمغرب في مارس ويديت بهديله كبيره. هل انتم مع هذا الطرح ام لا؟ لكن قبل هذا نستمع لهذا التصريح
المسرب أو هذه المكالمة بينه وبين هاني، لأن يقولوا أهل هاني، هاني أبو ريدة اللي راه مرشح، ووديع الجريء اللي راه مرشح في مكتب الكاف وليس الفيفا، لكنه يتوعد زتشي بأنه لن ينال 5 أصوات. نستمع. أهل هاني، لاباس خويا؟ بالله عليك زتشي إنسان غير عادي. شوف، خلى الفريق يتدرب على أرض اصطناعية، ورفض تمكينهم من عشب طبيعي، ولما تمسكنا بالعشب الطبيعي أعطانا ملعب يضحك بتاع حشك بهايم مش بتاع نسان. واني بعث لك الملعب، يعني هم احنا الماتشات الرسميين باش نلعبها على عشب طبيعي، كل المقابلات وكل تدريبات تونس حكموا علينا يا اما عشب اصطناعي يا اما ملعب بتاع بهايم. وانا بعث لك الملعب المعشب على اساس انه معشب. يعني لما كلمناهم بلطف واحنا اخوه وعندهم ملاعب في سيدي موسى وعندهم 5 جبيلية، رفضوا. مش عادي، ده شخص غير. صدقني لو جاب 5 أصوات فاني اعتبر ان نحن فشلنا، لو جاب 5 فهو نجح. اذا قالك لو فاز ب5 هو اللي يربح مش احنا. يتكلم بصيغه الجمع وهو ليس مرشح لمكتب الفيفا يا رفيق. هل هذا يثبت بانه كاين لعبه تاع كواليس ايضا ضد الجزائر؟ تدخل الكولاسه، وقبل قليل بربما لم تشعر اللوبينغ. يوجد لوبينغ وليست كولاسه. لو اليوم تروح او نيفو دو لا كاف دو لا فيفا ما كاش حاجه واسمها كولاسه، حاجه يسمى صالح. كلم وديع جاي قال صالح متبادل، قال نحن. وش معناتها نحن؟ نحن معناتها نحن صافي. لو يعني جروب صيغة الجمع نحن. لو أنت ما قدرش في 4 سنين تحفظ الدرس فأنت تلميذ غبي ولا يحق لك ولت لا تصلح لقيادة اتحادية جزائرية المبنية. وديع الجريح مترشح لاكاف، هو عارف والغباء تعصد شيء أنه بلا ما نجرحه. لا غباء، هذا غباء، هذا مش تجريح. ربما راضي والله العظيم شو تخدم يجوتي دي فلوخ. ربما كان أسوأ من الغباء، وكان ما صرتش بوسط على أسوأ من الغباء يا ناس. على تلحقوا زعما لا انا ما نجرحوش، ما يقولكش راكو تجرحوا فيا كشخص. يا انا غباء غباء. قالوا لو كان يدي 5 أصوات نعتبره ربح. بالك هكذا خير من ولا ما نروحوا لتبهدله اخرى. ولا هذه جاتك قليله؟ لا مش قليله، لا مش قليله. في كلتا الحالتين احلاهما مر، هي اهانه وصفعه للجزائر. الغريب يا سيدي الفاضل انه هذا خالد الزتشي باللا وعي تاعو حب يقحم ليس اسمه اسم الجزائر في معركه خاسره بالمغرب، لانه كي تقول تتكلم تاع الكولسه ليست كولسه، هذه طريقه اقول بين قوسين مشروعه. عندك مصالح، عندك اصوات على راه كيفاش اليوم قعد في لاكاف ولا فيفا لمده طويله دي سيليسيون ديرو نيفو دو لا في دو لاكاف كيتبو منصب في لا فيفا، لانه كان مؤثر في القاره السمراء. وهذا ماشي حبا في روراوا، خوفا منه، لانه كان عنده كاريزما. هذا الانسان واحد ما يعرفه واش يربحوا معاه يا رضوان. واضح رضوان. باختصار باش نروح للفصل الاشاري. باختصار برك، شوف كاين مثل يقول من يهون يسل الهوان عليه. اليوم انا مع احترامات الوديع الجريع، وديع الجريع من تونس، شوف شي استحقر هذيك تاع شغل عباك زتشي ما يمثلش زتشي نفسه. انا يعني نقول لك ما يمثلش نفسه، يمثل الجزائر. شوف وين وصلنا للهوان، ما عندناش قيمه، يمثل ما عندناش قيمه. اسمع، لو كان هذا زتشي يدي 5 كي كانت الجزائر ومازالها واقفه اليوم برجالها وبكفاءات. كلام مثل هذا ما يجوش مرور الكرام. اسمع هذو راهم خاوتنا التوانسه ولا المغاربه ولا بصح الجزائر لها سمعه كبيره، ما كاينش اللي يطيح لها السمعه تاعها. هذا وديع الجاري يجي يتجرا ويقول لك انا زتشي لو كان يدي 5 شو وصلنا. ما تجراش، هذه حقيقه، لان احنا وصلنا لروحنا. احنا وصلنا لروحنا. لا في واش قلت لك؟ من يهون يسهل الهوان عليه. قلت لي باختصار شو وصلوا الجزائر وقيمتها الى الحاضر. قلت لي باختصار، قلت لي باختصار. انت قلت يمثل الجزائر، كونديدا لالجيري. كونديدا لالجيري، بصح حنا كاشخاص كنا نتيريو في لاسون دي طالار باش ما يمثلناش. وي باسكو ان بريزيدون، عاود نقولها لك، ان بريزيدون ايلو il doit être il doit développer le football doit développer le football. يا ناس دهل الهاويه كاع الفوتبول كوارث صغيره. انا نورمالمون كي يكون بريزيدون فيديراسيون بالمستوى، كي جاو التوانسه يلعبوا معانا هنا
وجاء هذا البريزيدون دوموندا ان تيران دونترينمون، انا نحكمو نقول له تفضل، انا نحطو في سيدي موسى، نقول له خير سيدي موسى او سي جوي دراري، يقول لي سيدي موسى، انا نحطو في سيدي موسى واسمح لي ولادنا انا كيجيو لي التوانسه يقول لي حبينا ندربو، نقول له خير يا اخي العزيز حنا خاوه، واش تحب سيدي موسى او سي جوي؟ يخير ميتال اكس نحطو، واش يخصكم موايا؟ نحط له تولي موايا، انا ماش عندي كوب دي موند كي نربح تونس ولا، بصح هنا هذا تسير حومه تاع انتوما هلكتونا ليه؟ احنا قالنا لكم شغل حومه، هذه هي الجزائر، رجعت الفوتبول ولا في حومه حوموه، دونك يحقرك هذا واسمه وديع الجزائر يحقرك، كونك اونات بيني وبينك. على العموم نرفع القبعه لبعض الحكماء النزهاء الشرفاء اللي كيقولوا الحق ولو على حساب الجزائر، وغادي نعاود نرجعوا ونشوفوا وجه مغاير الإعلاميين يتزايدون ويتهافتون على نشر أخبار أو بالأحرى إشاعات مغرضة، وبحال اللي كتصب الزيت فوق النار عوض إطفاء الحزازات والمناوشات بأخبار تطغى عليها المصداقية والنزاهة. الصراع الآن جزائري مغربي بقوة، والنظام المغربي أدخل نفسه واستنجد بماكرون لإدخال الإقجاع للفيفا بحق الهيمنة تاع الاتحاد المغربي على الكاف، وهذا طبعا والواضح كشفت مؤخرا برك الطريقة السياسية تاع العيون اللي خلقت ضجة كبيرة، يعني من ناحية جعل كرة القدم لها صورة سياسية، واللي نجمو نقولوا حملة شرسة ليس غير في الرياضة، شر جن أفريقيا هذه شر كلمة هجمة الجزائر على طريق البوليزاريو، هجمة الجزائر عن طريق حتى رئاسة الجمهورية، وصلت في شهر واحد هذا نقول جن أفريق ووصلت الرياضة، هذا يعتبر حملة، لكن هنا كان مذابين احنا كجاين نفطنوا إلى هذه العملية لأن هي ضرب. هناك حملة غير بريئة حكيم، اولا انا هاد الانتخابات ما نعتبرهاش امر رياضي، لانه الامر تعدى الجانب الرياضي في حد ذاته، لانه هي حرب بارده سياسيه بين بلدين. انا ماشي نتكلم على الشعب الجزائري ولا الشعب المغربي، لانه راهم يشوفونا وكاين ناس، انا نتكلم على النظامين، لانه على بالنا باللي في كثير من وجهات النظر الجزائر سياسيا والمغرب ما يتفاهموش في كثير من القضايا، وكاين حرب بارده لازم نعترفوا بها بين النظام المخزن والجزائر اللي دائما تزعج المواقف الجزائريه الثابتة حيال الكثير من القضايا سواء في الساحل أو حتى قضية الصحراء الغربية تزعج النظام المغربي، لذلك النظام المغربي يحاول توجيه الضربات للجزائر في كل المجالات. تصور فقط حتى ربما نخرج شوية حتى في قضية ربما قفطان كاراكو، شكون جزائري أو مغربي، حاول بحيث نقول لك في الاقتصاد في الثقافة حتى في الرياضة. الآن هتشعباش حبيت نقول لك تواجد الجزائر في الهيئات الرياضية الجزائرية أو محاولة، لأنه ما مش على بعضنا، الجزائر غائبة في الهيئات الرياضية سواء الإفريقية أو العالمية، الإفريقية ما عندناش جزائريين يعني حاكمين مناصب سواء في التسويق أو الإشهار أو حتى يعني النزاعات أو حل تنظيم يعني ما كانتش عندنا مناصب في الكاف أو في الفيفا. هذا الشيء هو اللي أزعج المغرب، اللي حاول ضرب الجزائر فيما كل هو جزائري، والنظام المغربي يستعمل كل الأساليب لربما لإيقاف هذا التطور ولإيقاف هذا الطموح الجزائري اللي كبر، خاصة أنه اليوم أصبحنا كأس إفريقيا أبطال إفريقيا بدون كواليس. أنا نركز لك، أزعجت المغرب، أزعجت مصر، أزعجت الكثير من الجيران التي لا تحمل الجزائر في قلبها رياضيا. والله صدق من قال من شر البلية ما يضحك. إخواننا في الجزائر، المغرب حاضر ودائم الحضور وسيبقى حاضرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحن نعتز بأناس أشقاء طيبين، ناس علم وناس كرام، لأننا عمرنا ما كنا مع التعميم، لكن وجودنا بجواركم سمحونا لم يكن باختيارنا، وكم تمنينا أن لا نكون، باش نشوفوا على من غادي تعلقوا شماعة الفشل ديالكم في أي مناسبة كتفشلوا فيها، لأن عشاك فوا كتقولوا المغرب هو السبب والنظام المغربي هو السبب، وأصبحت لديكم ثقافة أنكم ترسخوا للشعب الجزائري أفكار سلبية مغلوطة منذ الصغر
وتخليه دائما يشوف المغرب بوجه ذاك الجار العدو. لكن الشعب الجزائري شعب ذكي وصبح كيعرف الداخل ديالو مزيان وفين مصلحته ومع من مصلحته أكثر من أي وقت مضى. الصراع الآن جزائري مغربي بقوة، والنظام المغربي أدخل نفسه واستنجد بماكرون لإدخال الإقجاع للفيفا. مثل يقال في المغرب ولا شك أنه كاين حتى في الجزائر، وهو كثرة الهم كالضحك، وللأسف يضحك غير من برا، أما من الداخل فيؤلم ويدمي القلب. بالله عليك جلس فوق منبر إعلامي وتقول أن النظام المغربي دخل على الخط وتحدث مع ماكرون من أجل رفض ترشيح زطشي، فهذه قمة الجهل والغباء. بكلامك هذا أنتم تستغبون الشعب الجزائري للأسف. بالله عليك واش النظام المغربي غادي يخلي ما هو أولى يتحدث فيه مع ماكرون ويخلي المصالح الداخلية والخارجية للبلدين باش يدويو على السي خير الدين زطشي، وماكرون يهضر مع الناس ديال الفيفا ويقول لهم رفضوا المرشح الجزائري وقبلوا الترشيح ديال السي فوزي القجع من المغرب. يا أخي قمة الجهل وقمة العار. يا أخي فلتكن عندكم مصداقية وتوصلوا المعلومة صحيحة. أنا كمغربي بعيد علي الجزائر وما كيهمنيش كيفاش كتسير الكرة في الجزائر، لأن كاين ناس تقف هذاك السيد وصوتوا عليه وعطاوه هذاك المنصب، ولكن كعربي وعدنا غير على العرب والمسلمين كنتمنى لكم كل خير. وما تصوروش الجمهور المغربي كيفاش كيتفرج وكيفاش كيشجع المنتخب الجزائري في أي مناسبة قارية أو عالمية، سواء كان المغرب حاضر فيها أو غائب عليها، وهذا ينم عن القلب الصافي للشعب المغربي وحبه للشعب الجزائري، مع بين قوسين إعفاء واحد الفئة اللي كتوصل الأنباء والأخبار المغلوطة المزية. فعوض أنكم تدخلوا المغرب في واحد المسألة اللي بعيدة عليه، شوفوا يا أخي هاد السيد واش أهل بهذا المنصب، واش أهل منصب رئيس الاتحاد الجزائري أولا عادي مثل قارة إفريقية وينوب على إفريقيا كاملة بالفيفا، واش هاد السيد دار شي حوايج في الجزائر اللي تخلي كل الجزائريين يبغيوه ويحبوه ويصوتوا عليه. النقد في جميع المجالات الثقافية السياسية الرياضية الفنية العلمية ليس بعيب، لكن العيب هو أن تجلس على منابر إعلامية لتنوير الرأي العام الجزائري وليس لإيصال معلومات خاطئة وأفكار مغلوطة وتدس معها في نفس الوقت أفكار وكلمات معادية. وهذا بطبيعة الحال، وكي كنقول دائما وأكرر وأعيد ما كنعممش، لا أعمم، حيت كاينين أناس شرفاء وأناس إعلاميين نزيهين ويقولون الحقيقة وينتقدون ولو على حساب الجزائر على غرار هؤلاء الشرفاء. واش خدم اسكو جاب امور ملاح، اسكو المستوى يقبل يلحق يكون في هذا المستوى او 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 او, أو. صح، هنا غلط، هنا غلط. حنا كنا نتيريو لا سوني دولار، كنا نقولوا الفوتبول تحوم ولا في الحومات اورغانيزي على الـ على الاوفيسيال، كنا نقولوا حوموها كي ما يسمعوناش حنا اللي حياتنا نضنا في الفوتبول، كيقول حنا كاع الناس تاع الفوتبول يتكلموا هذا الشيء، والاوتوريتي ما تسمعش لي موالين الصنعة موالين الشيء، ومن بعد قال الدبلوماسية تحرك. هنا يا كيكشوز كي نفابا صافي دير، حنا نتوما غيطوا كذا ما تعرفوا والو نتوما، مام الفوتبول هذايا انت تعملوا هكذا يضوا وما يسمعلكش، سي با نورمال. صح، سي با نورمال. من بعد تقول لي لا ديبلوماسي تاع الناس، انا هذا الكلام نقول لك وكوسا انا ولا غير سمعتها برا، انا ضحكت توني. بصح شكون كذا واش دار في ديفلوبمون دي فوتبول ناسيونال؟ كارثه.
وزاد دار في الاخر الاربيتراج كارثه، الكارس كارثه، نسمه مولوديا كارثه، العالم قاع يستنى فيما هذه كارثه، واش غير كوارث؟ هاب حبس صوت رابور المسؤولين الكبار قالها واش كان؟ اون بو با اون بو با يدي تال وتال بيرسون وحنا هذا الشيء راكو تشوفوا فيه. اللي غير مارشا ريال برك شويه الفضيحه مولوديا اليسمى ماشي فضيحه. ما تلعبش الماتش ماشي فضيحه مولوديا اليسمى نسيتوها هذيك. الكارز ماشي فضيحه، تيكانوين ماشي فضيحه. فضيحه ماشي فضيحه هذوك. انا نقول لك بكل صراحه انا كي كنا كي نهار اليسمى مولوديا تما طلبت لي ديميسيون تاع لي ليغ لا ليغ ولا فيديراسيون وكنت نقول ولا ما يحطوش لي ديميسيون تاعهم السلطه تتدخل وتقول لهم ستوب. لو كان هذاك النهار ندار هادشي اليوم الجزائر ما 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 تنقاش باسكو هنا يساجي دو لالجيري نو اينون دو لا بيرسون. هنا الجزائر اللي انقاست تعتبر بلي هذه صفعه الجزائر. اسمع بيان سور صفعه الجزائر بيان سور صفعة الجزائر. يقول لك خطأ إداري. لا 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 ما خاش خطأ إداري. خطأ إداري هذه ماشي خطأ إداري هذه. نو نو ما تعرفش خطأ إداري هذه باش ما نقولوش واحد الكلمة ماشي خطأ إداري. ما تبانش. اسمع. واني قال أنا مانيش داكور في حاجة. أنا من السلطة ما نخليهش يترشح. علاش؟ في لونتيسيدون هذا وحدة. ثانيا في اربع سنوات ما شفنا لا اكاديمي شفنا الى الكاراز تيكانوي لياسما مولوديا الاربيتراج الشتا تاع لحد شفنا غير الفساد كو دي سكوندال هكذا. انايا ما نخليهش يترشح. علاه؟ تكلم ترشح تاع الفيفا. الفيفا هذه هذيك من الاول كنا نورمالمون لا ديميسيون تنحط بالصيف. اليوم نورمالمون ما تنحطش. علاه؟ انا اليوم بحت شويه. وهنا غيتحدث المحلل بن الشيخ عن فوز القجع مميزاته ومدى تاثيره على تطور الكره في المغرب. اليوم بحت شويه على هذا فوز القجع سي لا بروميير فوا. انا خاطيني ندخل في هادو اللي نخليك انت وهما اللي سبيسياليست في هادشي. هادشي هذا فوزي الفجع في اربع سنين واش دار؟ سي انور سي انور واش دار في المروك. شوف اللي البوليتيك تاعو كان سير البروغرام تاعو سير ديفلوبمون دي فوتبول بدا يطاكي لي زانفراستركتور الى ميزو نيفو لي ستاد دار لك لي تيران دو بروكسيميتي انور دون توت لي ريجون لي زاكاديم دار العجب. واش دار في المروك؟ دار العجب هذا السيد وانا نحييه. هذا لا بروميير فوا اللي قريت ستادير واش دار في اربع سنين هذا جبل وهنا ما كاين والو. لي غوني لي غوني دي سور لي غوني دي سور. اسمح لي هو ما يحبش هذه الكلمه ولكن نطرحها لك ليك. يقول لك ما دار والو هو ما يحبش هذه الكلمه. يقول لك انا خير دين زتشي والاتحاديه الحاليه. تقول لك حبس ما تقوليش كوب دافريك. كيفاش دافريك؟ يقول لك فزنا بكاس افريقيا. يقول لك فزنا تاع القهاوي هذه في القهاوي. خلاص خلينا نتكلم على كاس افريقيا قبل ما نتكلم. فزنا بكاس افريقيا ما نقدروش نحيوا لو ميريت بلي فزنا بكاس افريقيا. لقجع ما فازش بكاس افريقيا. اللي فاز بكاس افريقيا هو جمال بالماضي. نقطة إلى السطر. أنت واش خدمت كديفلوبمون؟ واش ديفلوبليت لي؟ واش ديفلوبليت لي غير المشاكل؟ الكارز مش عارف كومبيان دو مليار، لياسما مولوديا وزيد لياسما مولوديا تكلم عليها رفيق. بصح كاينة حاجة مهم ديكلاراسيون تاع لا فيديراسيون يعترفوا بلي اللي سمع عندها الحق. صح لا ديك السيستيم كوبليم صح. خليني رفيق قبل ما نروح لك السؤال نسمعوا. وهنا غادي نسمعوا تدخل رفيق وحيد في حق السيد فوزي القجع. اذا من فضل كي تكلم على القجع نعطي لك يعني المقارنه وين كنا وين ولينا. الجزائر كانت ممثله في شخص محمد رواوا كانت على مستوى الفيفا. يافي ان بروبليم او نيفو دو لا فيديراسيون ماروكان رويال ماروكان. كان الفهري ما حبش يروح ما لقجع ما لقجع. لا فيفا بعدت ان كوميتي دو نورماليزاسيون. لا فيفا على راسها محمد جزائري اللي هو محمد رواوا هو اللي نظم انتخابات في المغرب وطلع فوزي لقجع. فاذا به اليوم الممثل الجزائري خير دين زتشي يتلقى صفعه امام فوزي لقجع. إخواننا الأشقاء بالجزائر وبعيدا عن الحزازات السياسية أخبركم بأن المغرب بلد حضارة بلد ثقافة بلد علم وعلماء بلد المعجزات بلد المناضلين والشرفاء والنزهاء. وبكلامي هذا
لا أستثني بطبيعة الحال طبقة من الشعب الجزائري الشقيق، طبقة تعرف ما لها وما عليها، عرفنا عنها النزاهة والصراحة وقول الحق. إخواني، كنتمنى باش ما يتحولش الكلام ديالي وموضوع ديالي بصفة عامة، لأن كل واحد فينا من الشعبين معا، كتجروا الغيرة الوطنية على بلاده، وحب بلاده هو اللي كيخليه يعبر عما يخالجه بداخله، لكن شريطة الاحترام ولا للكلام النابي والمعادي، لا داعي لأن نسيس كل الأمور ونزرع الحقد والكراهية في جيل صغير بريء من الطرفين ومن الشعبين. يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. إخواني وأصدقائي، إلى هنا كتنتهي هذه الحلقة الخاصة. كنتمنى أننا كنا عند حسن ظنكم وأننا كنا خفاف الظل عليكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أحبابي، إلى أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، كنتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأن يرفع الله تعالى عنا هذا الوباء. إلى اللقاء. يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.